اهلا بكم. منتصف ليل الاثنين تنتهي مهله تسجيل اللوائح في وزاره الداخليه لتتضح الصوره النهائيه لمشهد انتخابات السادس من ايار، ويتوقع تناقص عدد المرشحين الذي وصل امس الى 917 مرشح، اذا بعض المرشحين لم يحددوا في لوائح ينضموا اليها وذلك وفقا لنص القانون. الانتخابات النيابيه وزياده الحماوه والواقع اللبناني مواضيع ابحثها اليوم مع ضيفي المحامي الاستاذ رشيد ظاهر. اهلا وسهلا فيك أستاذ رشيد، حضرتك محامي وحضرتك سفير سابق للبنان في هيئة الأمم المتحدة، أهلا وسهلا فيك. فيك أكثر. حضرتك أيضا مختص بقانون الانتخاب وكان عندك تصور لقوانين الانتخاب التي يجب أن تعتمد في لبنان، كنظرة أولية كيف تنظر إلى القانون الانتخاب المعتمد حاليا؟ البعض بيقول أنه هو نسبي شكليا ولكن هو فعليا أكثر نظرا إلى وجود الصوت التفضيلي، والبعض أنه بيقول أنه تم تفصيل هذا القانون على قياس البعض. نعم، في الحقيقة هالقانون مش هو القانون المثالي اللي كنا متوقعينه، صدر وصار قانون صرنا نحترمه ومضطرين أن نشتغل بوحي هذا القانون. أنا شخصيا كنت أتمنى أن يكون هذا القانون غير القانون الموجود، ولكن هذا هو الموجود عندنا وهي الانتخابات بدها تصير على أساس هذا القانون. هذا القانون في فقط شغلة وحدة كانت عظيمة، لو كانت النسبية نسبية منا مش نسبية. أنا اليوم بنتخب يعني بدون الصوت التفضيلي، إيه إنه الصوت التفضيلي أنت عم تلزميه إنه يصوت للليحة وبالليحة ولشخص واحد، وين النسبية؟ النسبية بقوانين العالم بيطلع الأول والثاني، بيطلع الأول واثنين ثلاثة. بس على أي أساس بده يتم احتساب الأول والثاني؟ لا بس الأصوات بياخذوها وبيكون لا الترشيح بالبلاد برا لأنه بيكون في التزام بلوائح، هيدي اللائحة حصلت على 20,000 صوت. نعم. كيف بيتم التفضيل بين المرشحين؟ هو شخصية المرشح وعلمه ومقدرته ومركزه، هذا هو يلي مجال تقدير للناخب وللناس كمان، هن بدهم يعتبروا انه اليوم فلان ناجح وبده ينجح لانه عنده كل هذه المعطيات وعنده هالثقافة وعنده هالعلم وعنده هالتطلع، مش هيك؟ ولكن اليوم انا بنتخب للائحة، ما في محل بالدنيا بتنتخب لائحة، في لون. اي نعم، بامريكا اللاتينية بتنتخب اللون. هذا هو الحزب، هو نظام معتمد لما يكون في عنا فعلا احزاب فعليه، يعني بتكون احزاب عم تتنافس، حزب ديمقراطي بوجه حزب جمهوري، يميني يساري. بلبنان الصوره ما بتشبه صور دول العالم. الكلام اللي عم تحكيه صحيح من حيث المبدا، ليش برا الشعب ينضوي بغلافين او ثلاثه ماكسيموم وينتخب مشروع وليس شخص؟ ولا شخص، ولكن اليوم أنا عم انتخب لائحة وإذا بدي حط صوت تفضيلي ما بقدر حطه غير بهاللائحة. في كثير مرشحين باللوائح الأخرى هن بيستاهلوا ياخذوا الصوت التفضيلي تبعي، ليش ما أعطوهم إياهم؟ أساسا هالانتخاب غير قانوني، بمعنى القانون قال لك أنت بتنتخبي لشخص مش للائحة. اثنين في شوائب كثيرة أنا عامل لها دراسة، ولكن اليوم أنا لما مطلوب مني انتخب لشخص عم انتخب فقط للائحة، شوهت القانون وعرضته للإبطال. هذا قانون يجب أن يبطل فقط لهالجهة هاي، كيف هو في نص قانوني بيقول إنه كل يعني يختار ناخب نائب يختار؟ لا، بقانوننا ما في قوانين العالم عم قلك الانتخابات اللي بلشت بروما على الطريق العام، يطلع رئيس البلدية يقول لهم مين هو المرشح، يقول له فلان وفلان وفلان، مين تنتخبه؟ علنا ينتخب صوت واحد قدام كل البشرة، مش هون لم نعرف مين انتخب ولا أي خط أخذ، بتطلع النتائج ما عرفنا مين اللي عمل هاي النتيجة، لا أنا عم انتخب، مثل عم ينتخب حيط، شو يعني انتخب لائحة؟ أبدا منه مصر. هذا القانون لأسباب عديدة أخرى موجودة بالمواد هو لازم أن يبطل. أنا ما دخلت بهالقصة لأنه اعتبرت أنه بعد 11 سنة أو 9 سنوات لبنان بحاجة لانتخابات،
خلينا نعمل انتخاب لو على لا تروح تنجح معي انه لا تروح تنجح معي ونبطل هالقانون لانه في كثير ملاحظات سمعناها بالاعلام حول موضوع هذا القانون، موضوع المغتربين وموضوع الاشراف على الانتخابات، حكى ايضا عن موضوع البطاقه المغنطه يفترض التعديل بقانون، عده امور عم بتقول انه تعرض هذه الانتخابات وهذا القانون للطعن. بس بلبنان بالواقعيه السياسيه الموجوده بلبنان هذا الشيء ممكن؟ ليكي أنا بقول إنه نعم كان فينا نبطل هذا القانون حبيا من راضي حدا كلهم شي بيقول لك هجين شي بيقول لك مدري منين جاي وما فهمنا مين المقصد ومين وراه وهو في حدا وراه أنا بشتغل سياسي من 50 سنة ما بعرف مين وراه هالقانون وهذا القانون وراه حدا من داخل لبنان وخارج لبنان ما بندخل فيها بنشوف بكرة بعد الانتخابات مين أكثر واحد استفاد منه بنعرف إيه هذا صحيح ولكن الحقيقة ما في كثير حيستفيدوا واللي بدنا نشوفه بالنتيجة ندموا برأيك على كثير أكيد هلا نص النواب بيتمنوا أولا أو يلتغى هذا القانون أو لسبب من الأسباب العجيبة وغيره يفللونا من الانتخابات بس على كل علاته اليوم على الأقل مثل ما حضرتك ذكرت عملنا انتخابات وأفضل أن الأكثر اللي كان معتمد في السابق طبيعي طبيعي الأكثر فيها الشغلة العظيمة أنه أنا عم أنتخب فلان بعرف أصله وفصله بعرف شو عاطي للبنان شو مش عاطي والثاني مع النسبية بيجي يلي هو أخذ الأصوات من بعد الأول اليوم أنا بنتخب لائحة ما عم أنتخب هذا اللي عمل هالصوت التفضيلي لشو عمله طالما هالصوت التفضيلي ما عم يعمل أي وجود بالحياة السياسية أبداً أنا بعتبر اليوم بلبنان وخصوصا إذا يعني حيدنا اللوائح الكبار مثل سعد الحريري مثلا مع احترام مركزه وموقعه بيطلع عنا بعكار 3-4 نواب بالدورة هاي بالماضي طلع 7 وبغير محلي طلع 12 هاي مش موجودة ونحن عم نسمي فرصة يمكن للبعض إنه يكون عندهم فرصة للوصول للبرلمان إيه مش الكل ما في كمان بدك تكون القانون بدك تعمل لا كان في اوتوكار واحد هلا صار في اكثر من اوتوكار هذا ايه مزبوط صار في اكثر من اوتوكار صحيح ولازم يكون في اكثر من اوتوكار ولكن القانون هو بالصوت يلي بيطلع عليه هلا مش بالصوت ابدا طيب من خلال يعني خبرتك حضرتك عندك باع طويل خصوصا بموضوع القانون وقانون الانتخابات تحديدا لبنان بهذه التركيب الموجوده الطائفيه والمذهبيه ما هو قانون الانتخاب الامثل لاعتماده ليكون في تمثيل صحيح ولا شوي نقدر نخرج من هذه الاصطفافات المذهبيه والطائفيه انا مع الصوت الواحد للناخب الواحد وان مان وان فوت مهما كان يكون وبعدين انا ما بقدر اقول هون بيقول انه صوت التفضيل كثير بيشبه وان هو بيشبه هو معمول هيك معمول بس ما عطى النتيجه ما عطى النتيجه نحن ولو قدرنا ناخذ الصوت التفضيلي انه يعطي نتيجه نعم كان عظيم بس ما عطى نتيجه مثلا اليوم بيعكر بده يطلع له 6-7 لوائح صحيح الصوت التفضيلي للائحه نمره 7 يلي اخر شيء بتجي الفضلي بجمعوا بهدول وبشكلوا لائحه وين الصوت التفضيلي؟ هذا هالمعتر اللي طالع من اللائحة السابعة وين بده الصوت التفضيلي تبعه؟ إذا اللائحة جابت 2000 صوت هو بيجيب 100 صوت تفضيلي أو 200 وين هي هيدي؟ ما في أبدا الحقيقة هذا القانون يجب إبطاله ما حيبطلوه وأنا أتمنى أنه ما يبطل لأنه بعد 9 سنين بدي أشوف انتخابات صحيح بدي أنا وطيب لحق لي شي دورة أسه نشوف انتخابات نعم. طيب برأيك بعد الانتخابات حنرجع نتحدث عن موضوع قانون انتخاب جديد طبيعي. ونروح على ورشة تشريعية جديدة لإنتاج قانون انتخاب جديد ورشة ما بعرف المجلس شو صورته أنا ما عم أقدر شوف صورة المجلس الجاي أبدا بكل إخلاص ناس بيقولوا فلان هو رح ياخد أكترية أبدا ما شايف فلان بياخد أكترية بالرغم من انه هذا الصوت التفضيلي مش عم يحقق الهدف يلي من اجله خلق بس ما شايف مين بده يجي هلا بتشوفي حتى ما ندخل بالسياسي لا رح اسمي احزاب ولا شيء هالزعماء كلهم متفقين عليها وحده كيف هيدي؟ عم يقتلوا بعضهم عشوائي 10% من الشعب اللبناني راح هلا كلهم متفقين
ونازلين بلايحه وحده مع احلاهم بشموا الهواء سوا وبيعملوا انتخابات بدوائر متحالفين وبدوائر متخاصمين للموت للموت. هذا سبب لابطال القانون. القانون بنعمل ل 3.5 مليون قديش بتشيلي منه الناخبين؟ 2 مليون هاللي هني؟ هول هني يلي بيقدروا يعملوا التغيير. وين هو التغيير؟ المجلس بغير نفسه بالانتخاب. مين هو انتخاب هذا؟ طيب برايك اليوم الصوت التفضيلي ما كان يجب ان يكون فرصه عند اي حزب او كتله نيابيه لاختيار الافضل داخل صفوف حزبه؟ يعني اي ناخب لاعطاء الصوت التفضيلي لاي مرشح يجب انه يشوف السيره الذاتيه تبعه، ما حققه من انماء، ما حققه اهم شيء بمجلس النواب بالتشريع. ما كان لازم نروح على هذه المعايير لاعتماد المرشحين؟ يسلم تمك، يا ريت هذا القانون راح على هذا المعيار. كنا منطلع كم دزيني من النواب العظيمين. الصوت التفضيلي كان لازم هو يطلع بالقليل ربع المجلس او ثلثه، وهذا مش هي الحقيقه. مش هذا اللي حيصير اليوم. اذا رحنا على اللائحه الاولى او الثانيه او الثالثه يلي هن اللوائح تبع العباقره تبع لبنان، بده يطلع لنا شيء واحد شبشول، يعني عامل زلمي عند فلان، او ما تخزيني بكلمه شبشول يعني، لانه ابدا مش حابب هالقانون يعني، موجع لي راسي. طيب اليوم يعني لما نحكي عن صيغه او شكل مجلس النواب الجديد، التحالفات سقطت اللي كانت قبل موضوع الاصطفافات السياسيه 8 و14 وغيرها، معايير يعني او عناوين المرحله السياسيه المقبله برايك شو راح تكون اساسيتها؟ ليكي رؤساء اللوائح اليوم او زعمائنا اليوم، هالقانون هيئته معمول لهم هيك الهيئه، وكانهم عارفين انه هول هن اللي بدهم يحكمونا. هذا القانون موجود اليوم ما راح يعطينا اصطفافات جديده، طالما هن زيتهم بدهم يرجعوا ب 60-70% بدهم يرجعوا ياخذوا الاعداد تبع النواب. يمكن اللي كان ياخذ 33 ما بدنا نسمي حدا، واللي كان ياخذ 25 بده يخف شوي، بده يخف شوي، حتشوفي وجوه جديده. حتشوف وجوه جديده خارج هذه الاحزاب؟ شوفي في كثير اسماء ما بعرفها، يعني مش جايه على الحياه السياسيه من زمن حتى اقدر اعطيكي راي يصيب. اغلب اللي انا شفتهم منهم جايين من الصف 100% تبع السياسيين. ما تخزيني في عمله اليوم، العمله هذا رب ثاني على الارض بلبنان، وخصوصا بايام الانتخابات ما بتعرفي شو بيعمل عجيب. مع انه قانون الانتخابات واضح بهذا الموضوع. هو واضح، ولكن مخالفات دائما بتصير موجوده، وهذا لبنان يعني، واذا ما صار في مخالفات ما بيكون لبنان. هيدي مشكلتنا. بدي بس جاوب على هالنقطة، شو ممكن يكون الوجه الجديد للبنان؟ الوجه الجديد للبنان هو انه هالانتخابات رح بتجيب ناس مجبورين يشتغلوا. هالمجلس حينتج أكثر من المجلس السابق اللي ضل 9 سنين. ليه مجبورين يشتغلوا؟ صار في محاسبة أكثر؟ صار في محاسبة أكثر. من مين؟ الشعب عم يحاسب، هذا القانون ما بيعطيه حاسب المحاسبة المطلق. يعني عم يعطي انه يحاسب محاسبة بسيطة، لما بنقرأ عدد أصوات تفضيلية رح نعرف انه الشعب حاسب، ولكن ما وصل النتيجة. نحن لازم نوصل النتيجة. لو كان عندنا اليوم بهذه الانتخابات ومع هذه الناس ومع هذا المال اللي عم ينكب من هلا، وإسا في 40 يوم للانتخابات، كان لازم نوصل على تغيير مطلق في البنية السياسية مطلق. اليوم عم نحكي بهذا الواقع والخلل الموجود بقانون الانتخاب، بس لو رحنا على غير قانون حتى، مين قدم للناس بديل حسي واقعي وقادر انه يحقق بالمستقبل والناس ما راحوا له؟ يعني اليوم لما نحكي عن لوائح للزعماء الكبار موجوده، في لوائح اخرى عم بتنافس، ولكن كمان هيدي اللوائح في عندها من الضعف او ما عندها البرنامج الانتخابي الواضح لتقدر تشد العصب، تقدر تكون هي اذا بدنا البديل من الاحزاب القديمه لنروح عليها ونغير. كلامك كثير مهم، خليه يكون هو التوجيه. انه انتم يا نواب اللي جايين جديد مطلوب منكم تغيروا، ما فيكم تغيروا لانه نصكم اتباع والنص الثاني شبه اتباع، معناها ما رح نقدر نغير كثير.
أنا عندي ثقة كبيرة طالما زعماء هول الناس يلي جايين عم يغيروا وعم يلبسوا جاكيتات الآخرين، بجوز هذا يطلع معهم ويرجع يغير ومش بعيدة. وهول اللي عم يشتروا مراكزهم باللوائح، هول شو بدهم يعملوا؟ هول دفعوا حقها دم قلبهم لحتى عملوا نواب، هول بجوز يطلعوا من الصف ويغيروا. لذلك التغيير آت إلى لبنان ولكن بحجم صغير. يعني عم بقول عم نبني أول مدماك. أول مدماك، هذا القانون رح يبني بالرغم من قباحته أول مدماك للحياة السياسية الصحيحة والحقيقية. طيب، عندنا صار الذهنية الحاضرة لدى الشعب اللبناني؟ إيه. يخلص من هيدي التبعية ويكون الزعيم هو مرجعه بصغير والكبير. لكن هذا السؤال اطرحيه باجتماع من خمسة بيطلع عندك خمسة آراء. السبب في ناس رايدة تغير، في ناس رايدة تغير وما بيطلع بإيدها، في ناس حتحاول تغير وبيطلع بنص إيدها. يعني نحن قادمين إلى تغيير، مش التغيير النوعي يلي نحن منريده ومنتوخيه، إنما في تغيير ما، وهذا الشيء المنيح. وإن شاء الله هالمجلس الجاي يضل بس 4 سنين، مش 4 مضروبة ب4، مش إنه نجمع له دورتين نرجع نمدد له مرتين. في تغيير، أنا واثق من إنه هنالك تغيير، أنا واثق إنه المجلس القادم حيشتغل أكثر من المجلس هذا. لاحظي هذا المجلس أيمتى اشتغل هلا؟ لا، في انتخابات. ما عاد تعرفي كم مشروع قانون صار فيه بالمجلس جوا وبجوارير النواب وبجوارير رئيس مجلس النواب، كلها معلقة. كلها معلقة، ما في شيء، ما عم يصدروا، ما فيها القوانين. في شوي أكثر من الأول ولكن مش العدد الكافي من القوانين. صحيح. طيب، اليوم حضرتك عم بتخوض الانتخابات مرشح على المقعد الماروني بعكار. عكار اليوم من أكثر المناطق التي تعاني من الحرمان، تعاني من غياب الإنماء وغيرها، مع أنه من عكار يعني فيها نواب وفيها كفاءات وفيها العنصر البشري الموجود. ليه بعدنا اليوم عم نحكي بإنماء غير متوازن مثل عكار، مثل بقاع، مثل غيرها؟ ليه بعدنا اليوم يعني يمكن هيدي الانتخابات شفنا نوعا ما موضوع الإنماء هو عناوين المعركة الانتخابية، بس ليه بعدنا لليوم نحن عم نحكي بكهرباء، عم نحكي بجورة، عم نحكي بطريق؟ يعني الحقيقة ما كنت حابب أقول إنه في كثير فساد بلبنان، في كثير حرام، في كثير سرقة، وشي معيب، واللي بيسرقوا الكبار أكثر من الصغار. كيف بدك تصلحي بلد؟ الكبير يلي بده يكون هو المقدام، هو اللي بيدلك على الطريق الصحيح، هو حرامي، ما فيك تصلحي. أنا لا أقول عنهم كلهم زعمائنا إنهم حرامية، أكيد نحن عم نقول إنه في حرام بالبلد. مين عم يعملوا؟ بدي بالقليله محاكم تصوت وتقول هذا الحرامي وهديك مش حرامي، ليش عم تفوتوا على العابس؟ لانه فقير ومعتر ما في حدا بظهره، وانتم اللي بظهركم قلاعه مثل ما هي. على نفس النقطه، على نفس النقطه اللي هي الاحزاب والتبعيه والواسطه والمحسوبيه. هلا في شغله، اليوم في باقل له 7 أو 8 احزاب موجودين. كان في احزاب صغيره ليكي هلا قبل 40 يوم من الانتخابات بلش قياسهم يفتح، يعني بلشوا يقدروا يفوتوا على إمكانية التغيير، يفوتوا. عم تحكي أحزاب ناشئة حديثة؟ ناشئة، لا، في حتى ما بدي سمي أحزاب، أنا عندي حزب بجنن بياخذ العقل، بس ما كان كبير وما بقته كبير، وفي على راسه بكعبه وين ما كان شباب عظيمين يديروا مستقبل جديد للبنان. بجوز هولي وإن كانوا ما عندهم الصوت التفضيلي جوات المجلس الجديد إنه يحكموا مثل ما هني بدهم، بس أقله رح بيحطوا دم جديد بهذا المجلس. والنواب الجديد سواء هني كانوا زيتهم أو بيتغيروا، أنا بحب إني أتنبأ مع إنه ما هالقد يعني بتنبأ، نص النواب الحاضرين ما بيرجعوا على المجلس. بالرغم من انه القسم الكبير منه هيئته شبع مصريات وتخم وكذا، بجوز المصريات تردوا، بس بالنتيجه في محاسبه لالهم هو. وبكره الصحف اللبنانيه رح تتحرر من تبعيه ما، بس تخلص الانتخابات بدي ارجع انا الصحافي
بدي ارجع دور الرقابة وعقلي، انا بدي اعمل رقابة، ما بقى خلي حدا يعمل رقابة. ونحن اليوم صحافتنا تقدمت لدرجة هائلة. اليوم الصحافي في لبنان في المصاف الأول، مش السلطة الرابعة، في المصاف الأول. صحيح. ها؟ وراح بتفزع. يمكن لأنه صار في إعلام قوي صاروا عم يخافوا نوعا ما من الفضايح وتمرير الصفقات. يسلم تمك، صار في إعلام، ولكن مرر اسمه كمان هذا الزعيم أو هذا الممثل لهذا الحزب، لما يروح على برا وعم يتفاوض للكهرباء وعم يتفاوض للبترول وللغاز، شو عم يعمل؟ عم ياخد معه 2-3 من الصغار اللي حدوا. ما هول يا حرام، شو بدهم يعملوا؟ بشوفوا المعلم ها عم يقبض وعم يعد بالجيبة، هو بده يقبض يحط بالجيبة الثاني شوي، يعني بيعد بالجيبة الصغيرة بدل ما يحط بالجيبة الكبيرة. نحن فايتين على مشكل جديد، ولكن هذا المشكل الجديد هو الباب للبنان، هو المخرج للبنان، هو القانون الجديد للبنان، هو طريقة التعامل مع الدول ومع الأفراد بخارج لبنان بطريقة أمثل وأحسن. أنا واثق من هذا الشيء. هذا فينا نلمسه من اليوم، الإصلاحات اللي طالبينه المجتمع الدولي بما يتعلق بالملف الاقتصادي مثلا؟ لك بالملف الاقتصادي إن كانوا الاجتماعيات الأربعة اللي عم يحكوا عنهم عم تشوف في تغيير باتجاه لبنان، عم يحكوا من بنى تحتية إلى أعلى القمة. المجتمع الخارجي اليوم يؤله لبنان دون أن نشعر ويعطيه دور كبير. ليه؟ أنا بقول أنه ربنا خلق هذه الأرض مع نوعية تمتاز عن أراضي الآخرين، فأنت لما بتعيشي بجو حلو فكرك بحلو وعقلك بيتنور. بس شو بعد في حلو بلبنان؟ لا دخيلك ما تقول هاي. الجو الحلو والتلوث، بعد في جو حلو وتلوث؟ لا ليكي، وما كان في تلوث، ولكن مثل لبنان؟ لا بالخارج وجدوا تقريبا الدواء للتلوث فخففوه. بلبنان لم نوجد الدواء لانه ما عم نقدر ندفع. طب بنجيبه من الخارج، ما زال هن ما إيه؟ عم نعزز، ما بدنا نشتري، ما عم يضل مصريات تنشتري. هالمصريات ما ادري وين عم تروح، انا كنت اعرف هلا بطلت اعرف، يعني هالمصريات مش عم تمشي لنقدر نشتري فيها. بدنا نعمل بلبنان قمه اعتدال ووطنيه صادقه من بعد هذه الانتخابات، لحتى نقدر نبني هذا البلد على أسس جديدة متطورة وهادفة وطامحة إلى الأعظم بإذن الله تعالى. نحن بلبنان ربنا خلقنا من أعظم شعوب العالم، بنفس الوقت من أدناها من حيث القيمة، لكن هذه الشعوب بدها تتمرد، وبده هالتمرد يخلق طاقات عظيمة جديدة وما حدا بيقدر يوقفها. أنا اللي دفعت مليون تفوت على اللائحة وأربع خمسة لحتى أعمل نايب، أنا اللي بدي فوت بدي أتفرج عليه لهذا المعلم الكبير عم يسرق وما عم يبني، لا تعبني وسرق وعمل بدك إياه، بس بدنا نبني لبنان العظيم، لبنان المجد، لك لبنان الألوهية، لك لبنان إله على الدول، أعظم دولة. حي فيك هذا الحب الكبير للبنان. الرئيس عون يقترح بأن يكون لبنان مركز لحوار الحضارات وحوار الأديان. أنا كنت من أول من بلش وهي شغلة قلنا عم نشتغل فيها 10 سنين. لبنان ما بيقدر إلا يكون وحده هذه الأرض الحاضنة لهذا المشروع. هذا التنوع الموجود بيعطيه، هذا التنوع الموجود بيعطيكي أنت هالكرت مثل لعبة البوكي، لما بتجيبي القص أنت المعلم الكبير. لذلك لبنان قادم على خيارات عظيمة، مش رح يقدر المجلس القادم ما يعطيها الدعم المطلق لأنه بيتبهدلوا. اليوم هذا اللي صار قابض بس من النواب تيصيروا معه نواب شي 20 مليون، ها شو بقى بده فيهم؟ بده يسلقهم، بده يعملهم كستة، ما عاد في محل يحطهم. مضطر يسمع لصوت الشعب،
مضطر المرشح يلي صار نايب يسمع لصوت الشعب، وصوت الشعب اليوم هول هالشباب اللي طلعوا جديد، ليك كيف عم يعملوا لويح وبدهم يطلعوا نواب، عم يجربوا. صحيح، وبركين وصلوا. المحاولة يجب أن يكون هناك محاولة، بركين وصلوا. شو بيصير؟ بيعوم لبنان بدل ما ننطروا الساعة 10 سنين 15 سنة تيعوم، هذا الطقم الجديد بيعوم. هذا هولي مدنيين، مش بس تيار مدني، هولي أحزاب متمدنة، هيدي أحزاب متعلمة، هذه أحزاب مثقفة دون أن تكون حزب. لما بيجتمعوا عشرة وبيعطوا عقد حزب برمته، ما هني حزبها، حزب برمته هول العشرة بيعطوا المجتمع المدني. بدنا ندعي أنه هذا المجتمع المدني أنه يصبح حزب عظيم، ما بدنا نشيل الكبار، بالعكس عظيمين هول، حميوا عنا وعملوا لنا دولة، وبالماضي جيران وغير جيران مستعدين يروحونا بداهية، هني ما قبلوا، تصدوا. قلن علينا هذا التصدي، قلن علينا أنه بنيولنا مداميك عظيمة وقوية من الصخر اللبناني القدم، هذا الصخر يلي بدك شي 100 قاف وضاد لحتى تقدري تشيلي منه حبة تراب، هذا ما بيروح محل، هذا راجع بده يتبوأ مركزه، لأنه هو أقوى ما في لبنان، ولبنان صخرة كبيرة في هذا العالم العربي الضعيف. ما بدنا نستعمل كلام بشع ولكن بيستاهل. ليكي أراض للحروب، شعب متخلف، تقدم نعم فيه تقدم دول عربية غريب الشكل، محل سبقونا. ما هذا بعدين، بعدين اليوم لما بتقري أرقام ميزانيات الدول العربية بتجنن. ثلاث أربع دول صغار هيك لعبولهم بأكلتهم، حطولهم كرسني بأكلتهم وصاروا حيوانات، عملوا أراضينا أراضي لقتل البشر وقتل الفهم وقتل المعرفة، هذا حرام وعيب وجريمة كبيرة لتختفى. وإن شاء الله يجينا شعبي حاكم، لكي ساركوزي بفرنسا رئيس جمهورية خطيب وألمعي بالحبس، لا لأنه سرق. نحن شبابنا مش بس ما بيروح على الحبس، شبابنا بيروحوا على العظمة بكل بالانتخابات، عدد الأصوات اللي كانوا ياخذوها بالماضي بيدوبلوها، والمصريات هلأ كنا ندفع مليون تنفوت عليها على صد، بدك تدفعي مليونين. نعم، إذن هلأ هذه التخمة من المال عند هؤلاء الذين يجب أن يعملوا وأن يضحوا، هذه الأموال الكثيرة يعطونا شوي وحطوهم بصندوق الدولة، شو بيصير عليكم؟ 20 مليون إيش بتعمل فيهم؟ حط منهم 10 بصندوق الدولة. قطعت الهم وبدون يعرف يصرف. خلينا ناخذ فاصل علينا قصير لنعود بعدها نتابع الحوار، فاصل ونعود. اهلا بكم من جديد وعوده لمتابعه الحوار مع ضيفي الاستاذ رشيد ظهير. مره جديده اهلا وسهلا فيك. يعني قبل الفاصل كنت عم تحكي بلفحه تفاؤليه بمستقبل لبنان. نحن اليوم يعني اذا بنشوف الوقائع فينا نقول في عنا نفط مقبلين عليه، في مؤتمرات دوليه لدعم لبنان، وفي نيه بالتغيير موجوده عند الشعب اللبناني، بس على ارض الواقع فينا هذه الامال الكبيره نحققها؟ نعم، مش بس فينا نحققها، لازم نحققها والا بنكون مجرمين، لانه عندنا المعطيات وعندنا الاساس، وعما نتدين مبالغ هائلة من المال لازم نستعملها لحتى نعطي للبنان المال يلي لازمه تيبني مؤسساته، لحتى يدعم جيشه، لحتى يدعم هالشعب الشاب اللي بياخد العقل. عنا شباب ليش عم يروحوا كلهم سوا؟ ليش بس نخلص الجامعة ما فينا نكحت من المطار الشباب اللي اخذين شهاداتهم وماشيين، والبنات واليوم زاد عدد البنات المتعلمات وين ما كان وبكل لبنان. بالماضي كان المتعلمات موجودين بمنطقة واحدة، اليوم المتعلمات من بنات لبنان موجودين بكل المناطق، ولذلك بدنا نستفيد
من هالصبايا يلي عم ياخذوا شهادات عالية ما بدنا اياهم يطلعوا برات لبنان ابدا. انا بيجوا لعندي شبابنا وبناتنا بدهم يسافروا لاني انا سفير سابق وبقدر امن لهم الفيزا. مش بس ما بامن لهم الفيزا، بشتغل حتى ما يقدروا يسافروا وبقول لهم. بس بدك تامن لهم وظيفه بالوقت نفسه. هذا الحلو، في وظائف بلبنان. في كثير ناس عم توظف مال بمشاريع عم يخلقوا فيها 1000 وظيفة. من يومين ثلاثة إحدى الشركات خلق 1000 وظيفة، شركة واحدة بس شركة كبيرة. هذا لا يمنع، يعني لما تقول حضرتك في أساس. نعم. شو عنا أساس بلبنان؟ بلبنان؟ يعني نحن حتى البنى التحتية مش موجودة. يعني لما نقول للمستثمر تفضل تعال استثمر عنا بلبنان، اولا في بعض القوانين تطلب تعديل، كهرباء لا ما قادرين نأمن اذا بدنا مصانع نقدر ننتج منتوجات لبنانيه وتكون صناعه محليه، يعني شو بده شو عنا نقدر نشجع المستثمر ليجي؟ بس هلا يحاش عن الكهرباء. ليش مش عم يعملوا؟ لانه ما قبضوا كفايه، لانه في شيء فساد. كل هيدا الهدر وبعد ما قبضوا كفاية؟ لا بده يكون عم لك هو ما اعتبر انه قبض كفاية. انا بقول بده يجي وقت وهذا الوقت قريب انه لمن بينعرض على لبنان مشروع كهرباء له ليش بده يروح يستأجر ويكب هذا المال من هالمال اللي عم تدينه بدل ما انت تصرف نصهم وتحطهم قسم ثاني بجيبتك انت بني للبنان بالكهرباء بالمي بكل شيء بينقص لبنان. اليوم الاموال اللي رح تجي عباره عن استثمارات وليس اموال. ايه هذا الاستثمار مال عم يفوت لمصلحه لبنان. شو الاستثمار؟ بس كمان يعني انت بتعملي مشروع استدانة أكبر ودين عام أكثر. معلش أنا دينيني مليون دولار أنا بعملهم مليونين بهالأيام يلي فيها هالفورة. إذا ما في هدر ما حدا بيسرقني. شفتي كيف؟ أنا ما حدا بيسرقني لأنه بسرق له عيني لما بيجي يسرقني. وبنعرف المشاريع الإنتاجية نستثمر فيها. كلام بياخذ العقل. لبنان في مجال للاستثمار ببحره، صفر استثمار. لاستثمار بجو النقي، صفر استثمار. لاستثمار بميته الطيبة العذبة العظيمة، صفر استثمار. صفر يعني عم نبالغ بمعنى انه مش معمول اللازم. نحن اليوم لو بنعمل اللازم بهذه البنى التحتية المتوفرة للبنان وفي لبنان اللي عنده كل هذه الطاقات البشرية شعبنا ببطل يهاجر، نربح شبابنا وشاباتنا بيضلهم بلبنان، نبني وطن، نبني هذا الوطن الألوه. نحن وطننا كبير كثير بس منا عم نعرف نطلعه للألوهية. بعد ما بدنا ننزله عند الشياطين، ليش بدنا ننزله عند الشياطين؟ بدنا نطلع عند الآلهة. مش حكي، مش شعر، مش عم احكي سياسي، عم احكيك واقع. لو مؤسساتنا اليوم تثمر وتعطي، لأن تثمر بس مش عم تعطي لانه المال اللي بينتج عن بيعنا للثمره مش عم يفوت على صندوق لبنان، عم يفوت غير محل. وهلا البشع انا عندي اتصالات مع الدول، انا محامي عدد كبير من الدول ومن زمن طويل. في دول اليوم بلشت تدخل بلعبه السرقه بلبنان. كيف يعني؟ مربحه، بتشارك مع واحد من الحراميه. عم نحكي دول او شركات دوليه؟ دول بمعنى اكيد شركات دولية. في منهم شركات تابعه للقطاع العام. هيدي شركات دوليه صحيح. يلي تابعه للقطاع العام حتى لو كان تابع ب 10% للقطاع العام هي شركه دوليه لانه الدوله جوا، وبس تكون الدوله جوا يعني الدوله حتى منخوره وصبيعه وايديها. انتبهت كيف؟ يعني عم بتفوت بمشاريع بلبنان. بلبنان ولاحظي بتروح على السجل التجاري، انا محامي، بتلاقي صفوف المحامين عم تسجل شركات ولبنان على الهاوي. ليه هي؟ معناتها في ناس عم يسجلوا. مين هن هالناس؟ هذا شعب جديد، هولي اغراب ولبنانيين سواء عادوا من الاغتراب لانه ما بقاتوا الاغتراب احسن من لبنان،
هلا وقف الحرب عنا، اللبناني ما عاد يخاف، البي ما عاد يخاف على بنته انه اذا راحت بالليل سهرت ما عاد ترجع، واذا رجعت ترجع مشلعه او معتدى عليها او اليوم ما عاد في منه هذا. انت مشي بالليالي في لبنان وروحي على المطاعم، 70% من هذه المطاعم مليانه، كيف هذا؟ هيدي التركيبه العجيبه للبنان، التركيبه العجيبه للبنان. بس هذا شو؟ هذا شمي ريحته، هذا استثمار مستقبلي، هذا مال مستقبلي سوف يوظف في لبنان. هذا بس هون بعدنا عم نحكي، يعني هيدي الاستثمارات عم بتكون بقطاعات سياحيه كمطاعم وفنادق وغيرها، بينما القطاعات اللي حضرتك سميتها وقطاعات اخرى مثل الصناعه والزراعه عم بيكون في يعني غياب. ليك كمان ما ننسى انه لبنان بلد سياحي، أولوية الاستثمار فيه بس كمان التجربة أنه أقل خضة أمنية بنوصل لنمو صفر. صحيح، هذا كلام جميل. كيف بدك توقفي هيدي هالحالة النفسية بديل في لبنان؟ بدنا شو؟ بديل يعني استثمارات بغير قطاع سياحي. هذا أهم شيء لوزير الاقتصاد اليوم ويلي على رأس المؤسسات التجارية والصناعية، أنهم يهتموا بالبديل، أنهم يهتموا بالشريك. راحوا اليوم الحكومة اللبنانية اتجهت إلى ماكنزي لوضع ورؤية اقتصادية للبنان. هذا شيء عظيم. وشفنا يعني ما عندنا خبراء لبنانيين برأيك قادرين؟ مش صحيح، مش صحيح، كذب، لأنه ماكنزي بيدفع 10% على الفاتورة اللي بيقبضها، الخبراء اللبنانيين بيدفعوا لهم 100% للي بده ياخذوا منه مصريات. ما عاد في واحد لبناني بيدفع لزعيم أو هذا، بعد عم تشوف فيها هول بيعملوا شو اسمه أنينة الزيت الخابية وهول كله، ما عاد في منهم هول. لبنان قطع الجاهلية، لبنان فات على الحداثة، لبنان دولة عظيمة بحاجة لقاد عظام غير موجودين لأنه المفسودين. يا ريت بحب الجريمة كنت بقتلي شي 20 واحد لأني بعرفهم. للأسف وقتنا انتهى. أستاذ رشيد ظاهر أهلا وسهلا فيك، كل التوفيق لك بمعركتك الانتخابية على المقعد الماروني في عكار كمان. لهون نصل إلى الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.